السلام عليكم قناة في الدار، شحية على الاستضافات. شكروا الناس ديال هيب هوب فاميلي على هذا الحفل المهرجان الزوين فيستيفال، و معكم أشرف الليبين اي كي اي هو تشاكي 95. الحمد لله طلعنا سوقسين هيب هوب فاميلي، وكنطلب من الجمهور المغربي كامل يدعمنا رغم الإعاقة، عاشق المستحيل واليقين في الله سبحانه وتعالى. وتحياتي لقناة الدار. ان شاء الله كاينين البوم جاي، ان شاء الله كاينين لي زاتراك ان شاء الله جايين، وكاينه خدمه ان شاء الله مزيانه، ولي كليبات مزيانين مع روابا اللي كاينين. و تنقول لكم دخلوا عندي القناه ديال اشرف اللي في تشاكي 95 اوفيسيل. وشنشكر كاع الناس كاملين على هاد الاستضافه، وشكرهم على الدرع، وشكرا لقناة الدار. تحياتي للمغاربه كاملين، معكم ليفي تشاكي 95. رسالتي للشباب ديال الموسيقى ديال الراب. الراب هو واحد الراب هو ديال الشعب اللي تيوصل واحد الميساج ديال الشعب، اللي تيغني الراب هو بحال الشعر، تيدخل مع الريتم ديال الراب، تتعبر فيه على الظروف، على الحياه، على الحب، على الزوين والخايب. وكنقول لكاع المغاربه والشعب داخل الوطن وخارج الوطن، الراب شي حاجه اللي ولات في المغرب، شي حاجه اللي ولات بزاف، تتوصل واحد الميساج اللي ولا كيسمعها كبير وصغير، وهادشي اللي كاين. بطبيعه الحال كنطلبوا من الاستاذ رئيس الوزراء مهدي بن سعيد باش يدير لنا ان شاء الله، يزيدنا في المهرجانات ويعاونوا الناس ديال ذوي احتياجات خاصه، ويديروا لهم الولوجيات باش يقدروا يطلعوا يوصلوا حتى هما، يوصلوا الكلمه ديالهم ورغم الاعاقه خصهم يعبروا على داك الشيء اللي لداخل، حيت انا واخا نهضر دابا ما لقيتش نوصل لك داك الشيء اللي كنحسو من الداخل. والله حفظك، وكنتمنى منكم الدعم، وتنشكر الناس كاع اللي تفرج فيا وقناه الدار على الاستضافه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.